أخبار اليوم. ميسون الشاعر يعني استطاعت في فترة قليلة انها تثبت نفسها كمان كروائية من خلال الرواية الاولى هي رواية الحانة، ثم الرواية اللي تفضل اسم محمد وقال انها فعلا بقالها 7 سنوات تعمل فيها. وعايز اقول بس كده حاجة في الكواليس، ان ميسون من النوع اللي ما بيسيبش كتابة قبل ان يجرى عليه تعديلات متعددة، فمن الممكن انها تشقلب الحاجة مرة يعني بحيث ان بالفعل ان هي كائن او فنان ممسوس جدا بالكتابة، لدرجة ان من الممكن الامر يعاد اكثر من مرة. هذا بالنسبة للشعر. منصة والأستاذ ميسون صافي أن تحكينا هذه الفرصة وصف قارئة، لأنه لعل الكثيرين من الزملاء الأعزاء وقرب المجال لهم من النقاد والمبدعين يتساءلوا ما دور قارئ عادي صحيح جاء من عالم الكتابة في مجالات أخرى لكي يتصدى لعمل رواية. يعني بارت قال والبنيويين والجزء من ما بعد البنيويين كانوا يتحدثوا عن موت الكاتب. موت الكاتب أدى إلى إحياء القارئ، دور القارئ. فاعتبروا أن هذه المداخلة هي حضور للقارئ في الحياة، حياة الرواية العربية التي تشهد حالة من الازدهار منذ أكثر من عقدين ويزيد. أنا الحقيقة يعني على مدار أكثر ما يصل 45 سنة مجال الإنتاج، الحقيقة أنا ونشرت روايات كثيرين، لكن ما شفتش مدى الاهتمام والألم اللي هي صدرت جهودي وصدرت إدارة النشر وإدارة الإنتاج. أنا عارف إن هي تسعة مقرر، فأنا قلت طبعا أنا قدامي شهر، طب إزاي أنا هقدر أطلع لها رواية دي تسعة مقرر؟ يعني لا انا اعرف ان يكون بقى من الساعه 12 ساعه قبل ما تجيني بعض الفصل. الحقيقه هي كانت قلقانه جدا وكانت تيجي من اول نهار لاخر النهار، ورغم ان كان في مدام محمد صدام هي المسؤوله عن هذه الروايه كمان، الا انا اتدخلت في ان انا عايز انجز هذه الروايه لان انا المسؤول قدامها مش العاملين معايا في الاداره. الحقيقه ما شفتش حد من الروايين عمل لها نشرت لهم ان كان يوضع حاجات الكمبيوتر يصحح كلمه كلمه، رغم ان احنا عندنا ستاف وعندنا محررين وعندنا مراجعين وعندنا كلمه كلمه، وهي الان هتيجي من الصبح الان انا كنت بشفق عليها لان عندها ظروف صحيه بالنسبه لها او حاجه زي كده، كانت عندها قلق كبير، لكن انا اعتقد ان ده دليل على مدى اهتمامها بالعمل اللي هي قدمته والجهد السنوات السبع اللي هي بدات فيه هذا الجهد. انا الحقيقه ما زلت مبسوط بوجهه نظري انا الشخصيه ليست مجامله لميسون صح، ان هذه الروايه هتكون من اهم الروايات اللي صدرت في مش في مصر بس في العالم العربي في هذا العام 2016، واعتقد ان الايام هتستمر. الزمن الطويل لم ارها او يعني التقينا مرارا سريعا في الفتره الماضيه، كتب حاجه كبيره يعني اعتقد بكم يعني مررت بظروف كثيره مرات في الفتره الماضيه، فكان هذا فرصه للقائنا مع بعض. اما عن الروايه فيعني هي في تنزيل، اتمنى انها تعجبكم كما يعني يقولون عنها. هي كانت محاولة ثانية بعد ريحانة عن الكتابة عن الخليج ما بين الخليج ومصر، يعني دائما أنا رواية كتابتي ما بين مصر والإمارات، وهي أحد الإنسان كما قال الصديق جمال أنه الواحد يكتب من ذاته.
قد همني في هذه الكتابة حاجتين. أولا فكرة الاستعمار الذي يذهب يعني يجرف الأرض التي يحتلها ثم يتركها ويقلل قيمة هذا الشيء ليذهب إلى مكان آخر يجرفه أو يحول الأول اللؤلؤ ثم النفط ثم المكان ثم التاريخ. فهذا هذا المعنى لا يعني الإنسان الحقيقي صاحب هذه الأرض. أيضا همني شيء آخر هو فكرة هذا الغنى وهذه الحضارة الكبيرة التي نشاهدها في العالم هي مبنية على دماء وقفل آخرين تعبوا واستهلكت حياتهم وصحتهم من أجل لؤلؤة يتزين فيها.